حزن ذاتي وناجات ابتدن ويروحة حسين دموع اكتب عباراتي طريقك كربلا منين اريد امشي قلب دامي وزور ارغام يا امين وسطاني حلم غافي حلم شوفت ضريحين اشوف قبرك واطوف واتشبي الطفوف واستمع بكائي حاجتي يا ربي السماء يا مقابر مهجة فاطمة. عمر 11 سنة. انت في المدرسة اكيد؟ اي اكيد. شنو ممكن تقول فد معلومة عن الامام الحسين حتى يعرفوها الشباب اللي بقدها؟ يعني الامام الحسين لازم الخدمة لان هو ضحى بولده وباخوانه واخواته بس على مود يدافع عن الاسلام. انت تجي لهنا تخدم بالموكل لو مجرد تجوية جدو؟ لا لا اخدم اخدم. شنو اللي تسوي بالموكل؟ اخدم اصيح هنا اهل الزوار. والله خلي اشوف شلون تهلي بالزوار وترحب بيهم. يعني شلون؟ يعني شلون ترحب بيهم وتعزمهم للموكل؟ هلا بالزوار هلا بالزوار ابو علي. مين اللي علمك اياه؟ ابويا. ابوك؟ ابويا وجد العزيز. الله يحفظهم ان شاء الله. زين انت حافظ قصيده للامام الحسين. اي. صحيح؟ نعم. يلا ممكن نسمعها من عندك؟ اي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما قرب عاشورك تطلع لي سن توقف قبالي سطورك تكتب وين قل لي اشتغلتهم لقمة الصدور عدهم طبيعي سلب خدور كل ما قرب عاشورك كل ما قرب عاشورك كل سنة يطلعونا نفس القضية كل سنة يطلعونا نفس القضية لو قراب يومك يا ناحر الغضرية لو قراب يومك يا ناحر الغضرية الوادي من حرقات خيمكم هي 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 الوادي من حرقات خيمكم هي هي ورجعتي تلوم اليخيد مهون الزكية رجعتي تلوم اليخيد مهون الزكية قالوا هذاك الموكب سد الدرب جوعان كل شياتب مأجور إن شاء الله. لما تكبر شو تريد تصير؟ رادود. رادود إن شاء الله. بديت تتعلم لو بس تحفظ هسه؟ لا هسه إن شاء الله بديت أحفظ. ما شاء الله. كم قصيدة حافظ لحد الآن؟ أني تقريبا يعني 6-5. عندك تجارب على المنبر أو بالموكب لو بعدك؟ أي مرتين. وين قريت؟ ها؟ بس بايكر أذنت نوكي ايه ومرتين قريت الجامع ان شاء الله بالجايات لما تكبر ان شاء الله اكثر ان شاء الله راح تكون افضل ان شاء الله. منو اللي ساعدك حتى تكون رادود او حتى تنمي هالمهنة؟ والدي وجدي. احنا اريدك بقدر حبك للحسين ايضا تتعلم حتى نرفد قضية الحسينية بمثقفين اكثر ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي بك السنة الجاية والتعلم ان شاء الله. شكرا لك. مشكور. الله يعافيك. حزن ذاتي وناجات ابتدن ويروحة حسين دموع اكتب عباراتي طريقك كربلا منين اريد امشي قلب دامي وزور ارغام يا امين وسطاني حلم غافي حلم شوفت ضريحين اشوف قبرك واطوف واتشبي الطفوف
واستمع بكائي حاجتي يا ربي السمع يا مقابر موجة فاطمة.